زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ يا سيدي، لم نرى من ذلك شيئا أبدا. قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا، ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. لم يشك الناس فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما تمن؟ معذرة سيدي، وأين صديقي حسن؟ اعتقلوه قبل أن يتهموه، عذبوه قبل أن يستجوبوه، قصوا شفتيه، أطفأوا سجارة في مقلتيه، فلم يستطيعوا أن يستجوبوا. قتلوه. فعرفوا أنه ليس المطلوب، أصلا بل أخوه، فكذهبوا كي يعتقلوه، فوجدوه قد مات من شدة الحزن عليه، فلم يعتقلوه. Ha 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 ha.